المقاهي أثيرت قضية مقاهي ووسط البلد تحديدا بعد الحديث عن القبض على الشباب اللي تم اتهامهم وأحيلوا للنيابة من على المقاهي، فقلنا نعمل تحقيقا يتعلق بمقاهي وسط البلد. مقاهي وسط البلد قديما ومش قديما قوي، يعني مثلا انا يعني متذكر في جيلنا في التسعينيات مثلا كان هذه المقاهي هي بمثابة منتديات ثقافية وفكرية، وكان يمكن انك تجد نجيب محفوظ على قهوة ريش وعدد كبير كل المثقفين والمفكرين، وحتى لما كنا بنبحث عن العمل في الصحافة وعايزين نخبط على الأبواب فكنا بنتجه للمثقفين والمفكرين في مقاهي وسط البلد علشان يساعدونا، عاوز اشتغل في مجلة روزا اليوسف ولا عاوز اشتغل في صحيفة الصحيفة الفلانية، وأيضا لو في صديق شاعر عايز ان انتاجه الشعري يطلعه، ولو في قصاص روائي اديب عاوز حد يتبنى انتاجه الادبي، هكذا كانت المقاهي في وسط البلد. لكن حالة المقاهي ربما اختلفت بشكل كبير بعد ذلك. يعني طيب ايه الاتهامات الموجهة للمقاهي؟ طبعا وجدنا عددا كبيرا من المقاهي يعني كان مغلقا ربما بسبب الأحداث، لكن في المقاهي الشهيرة قلنا نحقق عن هذه المقاهي طبيعتها تاريخها ونتكلم مع الناس فيها. منتدى الأدباء، هذا الاسم الذي كان يطلق قديما على مقاهي وسط البلد التي كان يرتادها الكتاب والمثقفين، ويعود تاريخ إنشاء البعض منها لأكثر من 100 عام، وتحمل في طياتها ذكريات تاريخية وتراث مصر على مختلف العصور. أنا صناعة ثقافية من أقدم الهونة في منطقة بابلوق، مثلا عمرها مثلا بقى لها 60 سنة. هي هنا اسمها يعني ارتبط بمثقفين بس مش دلوقتي، من فتره بعيده شويه، مثلا من 20 سنه كان في بيقعدوا هنا كتاب ولا عشان اللي اسمها النادوة الثقافيه، بيقعدوا برضه يعملوا ندوات مثلا ندوات مع بعضيهم. اول ابتديت نشأت من 1952، كان زمان اول ما اتفقوا من كتب والشعراء والكتاب والفنانين ناس محترمه يعني، وكان بقى عندنا الرحمن نجيب محفوظ، وكان بقى عندنا الله يرحمه السادات مثل ظابط الصغير، كان الكاتب الكبير كمان الشناوي محمود الشناوي، محمد حمزه، محمد سلطان، محمود شكوكو. زمان حاجه ودلوقتي حاجه، دلوقتي زمان ايام الناس العواجيز والمعاشات، دلوقتي الشباب كلها اللي هي مثلا اللي معاها خطيبته والكلام ده بيجوا هنا ايه على القهوه. في ناس مرتبطه بقصه قهوه البلد بالذات، ده هو شارع شامبليون، الشارع اللي فيه كله يعني. لا زمان كان فيه ناس معينه بتقعد قهوه، دلوقتي لمت القهوه لمت شباب، النت ده والفيسبوك خرب الدنيا، كل واحده ماسكه فيسبوك وشغاله فيه تك 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 تك. ايام الملك فاروق احنا كنا هنا زمان، كان فاروق بينزل في الساكن في عدينا، ننزل فاروق يوم الجمعه راح يصلي يسلم على الناس، والنسوان كانت في البرع تتغرد وكان يسلم عليها، والناس كانت برضه في ايه؟ عشان كده قال لك زمان الشاعر قال لك انما الامور اخلاقه، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فالأخلاق والعلم. ما كانش فيه زحمة قهاوي في وسط البلد عامة، يعني هي زهرة البستان دي تعتبر من أقدم قهوة في وسط البلد، 75 سنة مثلا. أنا عندي مثلا مجموعة المثقفين بتوع اللي هم زبايني من سنين، يعني أنا في زباين عندي بتقعد من 20 سنة، من 30 سنة، من 35 سنة، ليهم مكان معين بيقعدوا فيه، بيقعدوا يتكلموا بقى في كتاب، بيتكلموا في لوحة، بيتكلموا في ندوة ثقافية، بيتكلموا في معرض، بيتكلموا في فن، بيتكلموا في كده يعني. بتمنى ربنا والأحوال ويرجع القديم تاني، وربنا يبارك في الناس دي ولعلنا كل واحد يعمل خير، ربنا يعينه علينا.
طبعا زي ما انتم شايفين ده يعني جانب من مقاهي وسط البلد، مقاهي وسط البلد زهرة البستان، ريش، المقاهي الشهيرة اللي زي ما قلت كان يمكن ان تجد نجيب محفوظ، يوسف ادريس، عمالقة الادب والثقافة والفكر والفن ايضا يجلسون عليها، كانت بمثابة منتديات ثقافية، كان الناس وهي بتتكلم مع بعض ممكن انها تولد افكارا من خلال النقاش، وده اللي خلانا نشوف ايه حالة المقاهي. وطبعا التحقيق ربما يكون غير مكتمل بسبب انه عدد من المقاهي اغلق بسبب احداث الساعات القليلة الماضية اللي تم فيها القبض على بعض الشباب وتوجيه اتهامات اليهم وتحويلهم